هننتقل دلوقتي ان احنا نتكلم على حاجه مختلفه شويه، وهي الاذر اند اوف ذا سبيكتروم. بدل ما كنا بنتكلم على الانفراريد، هنتكلم دلوقتي على البلو الالترا فايولت راديشن. الفرق بين التو اندز اوف راديشن سبيكتروم هو فيزيبل سبيكتروم بتاعنا، ان الانرجي في الناحيه الثانيه هتبقى اكتر بكتير من انرجي ناحيه الانفراريد والريد. اوكي، فالفرق اللي هيحصل لنا هنا في البلو الالترا فايولت راديشن ان الانرجي اوف انديفيديوال فوتونز is high enough to trigger chemical reactions in the body. Okay. دي ممكن تعمل حاجتين، ممكن يبقى لها harmful effects، ممكن تبقى beneficial. يعني ممكن تبقى مضرة، لها أضرار، وممكن يبقى لها طبعا بعض الايه، بعض الفوائد. Okay. الحاجات الفوائد قليلة شوية، زي treatment of neonatal jaundice أو generation of vitamin D. ال harmful effects زي sunburn، زي skin cancer، زي premature aging of the skin، حاجات اللي احنا بنشوفها مثلا للناس اللي هي عايشة في الشمس طول الوقت، هنلاقي ان في بعض الأضرار بتبقى واضحة جدا بالنسبة لهم.